التنفيذة. نعم كل هذا مطروح علينا الآن. اليوم علينا أن نقدم الضمانات ونحن نخوض هذه المعركة. ثم ضمانات، البعض يقول من نحن ويستصغرنا. أول الضمانات فكر سياسي ذاتي، فكر سياسي ذاتي، مفاهيم ومقاييس وقناعات. أوله السيادة للشرع. ديننا العزيز ليس موضع مساءلة، يفصل عن الحياة، يفصل عن الشأن العام، ويريدون أن يقدموا بعد ذلك حلولا أورادون المهالك والنتائج بائنة. اثنين، أن السلطة بيد الأمة، بيد الناس، لا يغتصبها حد، هي التي تختار من يحكمها اختيارا مباشرا صريحا صحيحا، وليس بالالتفافات التي تمارسها الليبرالية لتجعل دائما رأس مال هو المتحكم. ثلاثة، مفهوم العدل الإسلامي بما هو حقوق الله وحقوق العباد. مفهوم الشورى العزيز في الإسلام لابد أن يثمن ويتداول وأن يكون موضوع ندوات وحوارات. ثالثا، في الفكر السياسي الإسلامي مفهوم المحاسبة اللي خلى أبو بكر الصديق يتولى الحكم يقول توليته ولست بأفضل منكم، وعمر بن الخطاب يقول لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. ما نتعلمهاش من الديمقراطية الغابرة الرجعية اللي جاية من اليونان، زمن لا نبوات، زمن الإنسان متروك لنفسه، ويقدموها لنا تقدمية عنا في ديننا الوافي الكافي الشافي. أيضا اعتبار أن اكتساب القوة العسكرية والصناعية والتكنولوجية والمالية والاقتصادية فرضا شرعيا، مش إكمالا وزينة نزينوا بها المحفل، فرض. أي دولة لا تتلبس بهذا الفرض تلبسا واضحا، واضح في التمشي، أنها تقيم بنية قوية اقتصادية ومالية وعسكرية وهي بصدد الانطلاق فعلا، هي خائنة. نعم خيانة لأمانة الله، لأنه فرض علينا هذا فرضا شرعيا وليس من ملحقات نتزين ونتحسن بها أمام الحداثة لنبينا على أننا تقدمين. لا نطلب هذا الباب ولا ندخل فيه. نعم هذا يزيد أو من يزيده دعما جهد طوعي في الأمة، في الأمة خيرية عظيمة جدا تنتظر المبادرة. سترون المال كيف يصبح صدقات جارية تخدم مشاريع الأمة العملاقة، وقت يحسوا أن الثروات ثرواتهم والبلاد بلادهم والدولة دولتهم، عند ذلك يكون منهم الخير أضعاف مضاعفة، يحبسون مالهم، نعم يمنعونه ويحيدونه لأن المشروع غريب المسقط عليهم نكرة لستتكو الأمر الواقع فقط. لذلك نحن متلبسون بهذا الفرض ونعتبره لازما لفك أنفسنا من الاستعمار بكل وجوه. ثم لنا ضمانة أخرى، ثم الطيبين والمخلصين في البلاد هذه تحديدا وفي الأمة عموما موجودين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمتي كالمطر لا يعلم خيره في أوله وآخره، طاقات جبارة مكذومة مكتومة عليها وصاية، وصاية القهر والقمع والعناوين الزائفة اللي كي ندخلوا تحت نضيعوا برشا وقت. هذوما لو يحروا أنفسهم ويحطوا أنفسهم خدم لمشروع الأمة سنوري الغربة من بأسنا ما يعلم. نعم الإجراءات، أدعو إلى بعض الإجراءات العملية في هذا الصدد. أولا دعوة الجميع إلى الانفكاك من كل عمالة، اللي تورطوا نقول لهم لكم الأمان من الأمة، افصحوا عن عملاتكم وتورطاتكم إن كانت عليكم غصبا وفي ملفات حتى ولو حساسة، عندكم الأمان من الأمة، ادخلوا في السلم كافة في أمان هذه الأمة. نعم جاءت فترة لسبب أو لآخر، لكن إن تبتم ووضعتم أنفسكم في السياق الصحيح خدم لمشروع الأمة ما تلقاوا من خير بالأمة، نعم تكونون في صف الأمة خير من أن تكونوا عليها. ثانيا العمل على كشف كل ملفات الاستعمار الفرنسي بنشر الوثائق وإعادة كتاب التاريخ، وهي أؤكد أنها تصل إلى حد الفضيحة، إلى حد الفضيحة. وستعلمون ما هو 20 مارس حين وجه طيب وحيد فيه غياب الجندي عن البلد، وهو أمر دائما بغيض أن يرى العدو في بلاده يسيح، ولكن عدا ذلك سترون أن الأمر فيه مكر كبار. ثلاثة اعتبار كل من تورط في الفساد إلى حد إعطاء سلطة للأجنبي في بلادنا اقتصاديا أو عسكريا أو أمنيا أو لوجستيا خائنا خيانة عظمى. لابد أن نغلظ القول
اللي يفتح الابواب العدو على بلادنا واعراضنا واموالنا وارزاقنا ما يلزمش يكون في وجهه نظر. الخيانه عمرها ولا تكون وجهه نظر. ثم ايجاد بنك للمعلومات يشتغل عليه، توضع فيه كل الادله على العملات، رجالات ووقائع واحداث وارقام ليكون في متناول السياسيين المخلصين. ينعم بنك معلومات نشتغل عليه كل من جهتي بالقدرات التي نقدر حتى يصبح متاح سياسي وإعلامي للجميع، وعلى أساسه يتخذون الإجراء الصواب في محاسبة هؤلاء العملاء. إخواني، نحن في هذا الصدد نبرئ ذمتها أمام الله. لا ثورات ناجحة إلا إذا أمنت نفسها من التدخل الأجنبي، وهو علينا من كل باب وبعناوين مختلفة. وجه من وجوه الكارحة الجمعيات التي تدخل بعناوين إنسانية وخيرية ولها الحق في التمويل الأجنبي بالقانون، فإذا بها تدخل علينا ذلك الدخول الناعم وتفعل فعلها في الوسط السياسي والإعلامي. لابد في هذا أيضا من المحاسبة والمتابعة. في هذا الصدد أذكر أن الخيانة والعمالة جابت النكبات للأمة. أضرب مثلين، يستحيل تكون عون وإرشاد. وزير الخارجية شوتس عام 1982 قال المعونات التي نقدمها وتحديدا للعرب والمسلمين هي معونات سياسية بامتياز، فلا تحسبوها مالا وإنما احسبوها من حيث هي منتوج سياسي. فاعلموا أننا تحت إرادة أخرى هي إرادة الغرب اللي يحب يفك منها الثورات. قلت الخيانات، نضرب خيانة العلقمي ابن العلقمي اللي في بغداد باع بغداد الهولاكو وراسله وقال له ادخل. هذا الذي كان رافضيا كان على ولاء لمن ظنوا أنهم ينصرون الحسين، وهم أول من يخونوا أهل البيت ودخلوا البغداد وقعت المأساة. شوف الخيانة شجي. الخيانة الثانية الكبيرة المعاصرة 1916 الثورة العربية الكبرى، أسقط دولة الخلافة ونعمل لكم خلافة عربية بديلة على تركيا. فذهبوا مع الإنجليز وخاضوا عمالة قذرة كي تفتح كتب التاريخ لا تكاد تقرأ السطر الواحد فضلا عن الكتاب الكامل من تلك الخيانات. ماذا كانت نتيجتها؟ شتتت البلاد العربية ووقعنا يعني في هذه الأقفاص، أقفاص سايكس بيكو الكارثية بلا إرادة. وقص على ذلك. إذا لا نكرر الخطأ والخطيئة، وعلينا الآن أن نحرر أنفسنا تحريرا نهائيا بعزم وحزم وإرادة وعمل دؤوب في الوسط السياسي والإعلامي. والمعركة هذه فيها النصر، ونأكد لكم الآن إرادتان، إرادة مقبلة وإرادة مدبرة. الإرادة المقبلة هي إرادة الأمة، هذا الزمن هو زمن الأمة بامتياز، واللي ما فهمش بالأفكار يعني أحمق، مش يفهم بالوقائع خطر الأحداث ناطقة. ناطقة تقول هذا في سياق الأمة. قال أبو القاسم الشابي أنت غبي يحدث خصمه لا تدرك الحقائق دون مس وجس. بالمس والجس وما فهموش، ما فهموش أنه هذا زمن الأمة، هذا الرجال، هذا الإرادة، هذا العزيمة، هذا الإخلاص. ونصنع العجب خطر الأمة هذه مضمونة من الله سبحانه وتعالى، مر عليها ممر دائما مكفولة بأنها على وحدة بالقوة أو بالفعل. إذن نحن أمام متاح سياسي كبير وكبير جدا، فعلينا أن نشتغل فيه. وسنقدم لكم بإذن الله في الأيام القريبة وثيقة في هذا العنوان، الارتهال الأجنبي بشكل من أي شكل من الأشكال خيانة، وعلينا أن نؤشر عليه وعلينا أن نفضح أصحابه حتى نؤمن هذه الثورة ونجعلها في الطريق السوي. ولا أطيل عليكم لأن المقام مقام إعلامي إخباري أكثر من تحليلي.